مرحبا بكم مع هاز كيتشن سيكريتس، وانا بحب الاكل يكون صحي سهل وسريع. اليوم بدي اعلمكم كيف تعملوا العدس الاصفر او المندال على الطريقه الهنديه. اكله سهله بسيطه سريعه ولذيذه كتير، وفي مؤشر سكر منخفض فبيعطينا الطاقه اللي بنحتاجها على دفعات خلال النهار. حنبلش بزيت نباتي، زنجبيل، ثوم، كركم، كزبرة يابسة، عندي بصل مفروم ناعم، رح أقليهم بس لحتى البصل شوي ياخد لون. هلأ رح أضيف عندي نص بندوراية مقشرة ومفرومة فرم ناعم وبدون بذور، شوية فلفل كشميري، رح أعطيها بس شي دقيقتين لحتى يتقلى. عندي هون عدس بسموه مومدال، سلقته لحتى يكون مستوي بس لسه في عضة، وصفيته وحطيت وخبيت المرقة لأن بدي استخدم المرقة، ورح أضيف شوي من المرقة، رح أضيف الملح لأني أنا ما حطيت ملح مع سلق العدس. العدس استوى وهلا رح احطه بصحن التقديم وحارجيكم المرحلة الثانية. زيت نباتي، رح احط باقي الجينجر، تشيلي بيبرز، حب الكمون، وعندي حبوب الخردل السوداء. عندي هون اوراق الكاري، اذا ما عندكم اياها استخدموا الكزبرة. لما يبلش يفرقع بيكون جاهز. مثل دايما لازم ندوق. شي رائع، الحر مع الكمون مع الكاري ليف، ما فيني إلكن، شي بيجنن عن جد عن جد. روحوا وعملوها.